سلام سلام، معكم مروان بشار في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون على تحديث جديد اللي دارت بنك ليك او لا تجاري وفا بنك، اللي ولات تقريبا شبيه بسي اش بي، اللي كتخلص بار تليفون ديالك سون كونتاكت، يعني تقدر تخلص بالان اف سي الا كانت في التليفون ديالك. اول حاجه باش نكونوا واضحين قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا او لا قبل ما نبداو الشرح على هذا التحديث، خاص تشوف الهاتف ديالك واش كيدعم خاصيه الان اف سي. الان اف سي هي واحد الميزه اللي كتخليك تخلص بار تليفون ديالك، سواء كان عندك جوجل باي، سي اش باي، اي ميزه ديال يعني الاداء عبر الهاتف اللي كتكون عبر خدمه الان اف سي. يعني غادي يكفي انك تدخل لجوجل تكتب اسم الهاتف ديالك وتكتب هل يدعم الان اف سي، غادي تلقى بزاف ديال المدونات او لا يعني المنتديات اللي كيهضروا على التليفون ديالك او لا كيهضروا على النوع ديال الهاتف اللي عندك، وغادي تشوف واش كيقبل الان اف سي او لا. ومن بعد غادي ديروا تحديث للتطبيق البنكاليك اللي عند اي واحد عنده عرض البنكاليك، وكندخلوا لابليكاسيون. فوالا، بعد ما كندخلوا لابليكاسيون البنكاليك وكنديروا ليها تحديث من اب ستور او لا بلاي ستور، كنجيو كنديروا المود باس ديالنا ديال لابليكاسيون او لا كندخلوا بالبصمه ديال الاصبع ديالنا كما بغيتو نتوما. بعد ما كندخلوا ابليكاسيون ديال البنكاليك كنبركوا على ثلاثه الشريطات اللي في الجنب على اليسار او على اليمين على حسب لغه الهاتف ديالك. المهم غادي تلقاو ثلاثه ديال الشريطات الفوق كتبركوا عليهم. فوالا، الحاجه الجديده اللي كنلقاوها ديما هي اللي كتطلع لينا هنايا، كنلقاو هنايا بيمون موبيل سون كونتاكت، كنبركو عليها كطلع لينا هنا كيقول لك اكتيفي غراتويت مول بيمون موبيل سون كونتاكت سيغ فوتخ كارت البنكاليك. هنا كيقولوا لك غادي تاكتيفي يعني البيمون سون كونتاكت في التليفون ديالك، غادي تخلص بها يعني من التليفون ديالك، وهادشي كامل غراتويت يعني مجاني. كدير كونتيني. فوالا الاخوان، من بعد ما كنديرو سويفون كطلع لينا هاد الواجهه ديال كتشوفوها، غادي تذكروا سي اش بي اللي دارتها سي اش بنك. هاد الخدمة هادي كيما قلنا غادي تمكننا اننا نخلصو باغ تيليفون عوض ما نهزو معنا لاكارت. كنلقاو هنا البنكة او لا البطاقة اللي عندنا في هاد البنكة هادي، مثلا انا عندي كارت البنكة لي، كنبرك على لاكارت كندير اكسبتي على كلشي، كتجي كدير اكتيفي هنا. وباش نذكركم الاخوان كما قالوا لكم هنايا، يعني خصكم ديروا واحد القضيه ديال ما يكونش مثلا الرقم متكرر ثلاثه المرات كما كتشوفوا. مثلا ديروا شي حاجه مغيره، غادي نديروا واحد لو كود اللي غادي نعقلوا عليه باش نبقاو نستعملوه ديما في البيمون ديالنا بار تليفون. فوالا، كما كتشوفوا هنا كيقولوا لينا باللي الكود اللي درناه راه يعني تم بنجاح. من بعد كنديروا اوكي، غادي يوصلنا واحد لو كود هنايا في التليفون ديالنا اولا في النيميرو التليفون ديالنا، غادي ندخلوه هنايا. فوالا، من بعد ما كيوصلني الكود ديالي في التليفون ديالي في الرقم اللي عطيت للبنك النهار الاول كنفاليديه. فوالا، كما كتشوفوا كيقولوا لكم هنايا باللي لاكتيفازيون دو بيمون موبيل سون كونتاكت سيغ فوتخ كارت ا ايتي افيكتيي افيك سوكسي، يعني البطاقه يعني التفعيل ديالنا اللي درنا لهذه البطاقه راه تم بنجاح. حنا كنوقفوا هنا في هذا البوان هذه باش غادي يعني نكونوا سالينا كل شيء. شنو خصنا نديروا دابا؟ نتذكروا الكود اللي درنا الاخوان النهار الاول دابا هنايا، يعني هذاك نعقلوا عليه مزيان. ومن الاحسن من الاحسن ما ديروش الكود بين ديال لاكارت كيشي، باش حتى لا قدر الله تشفر التليفون تشفرات لاكارت، السارق ما يلقاش نفس الميثود باش يخرج الفلوس بها باش يخلص يعني حتى في التليفون ديالك. يعني دير واحد الكود مغير، قيدوه في واحد الاجندا ولا شي حاجه، خليوها ديما بعيده، يعني ما تخليوهاش في بسطامكم ما تخليوهاش في التليفون. فوالا الاخوان، هذه هي اللي كنت باغي نشرح لكم يعني من الديبار. هذه المرحله هذه مهمه الاخوان، علاش؟ هنا كما قلت لكم هنا فاش توصلوا تخلصوا، يعني خلاص كتجبدوا التليفون من الجيب ديالكم، كتدخلوا لابليكاسيون ديالكم اللي غتكون ديجا يعني درتوا لها ديجيتاليزي لاكارت فيها، كتدخلوا لو كود اللي دخلناه ديجا. من بعد كيقولوا لكم غتحطوا التليفون فوق لا ماشين ديال تي بي او اللي غتخلصوا فيها، من بعد سي بي، يعني صافي كتخلص وكتكون هذه العمليه تمت بنجاح. من بعد كنديروا جي كومبري. وباش نزيدو نشرحو اكثر الاخوان، سهله. بغيتي تخلص يعني بالان اف سي اولا بالحساب ديالك يعني فقط بالتليفون، كتجي كتدخل لابليكاسيون كتولي تبرك على ثلاثه النقاط هنايا، كتبرك على بيمون سو كونتاكت، كتجي كتبرك على البطاقه ديالك، ديجا كتكون اكتيفيتي ان اف سي في التليفون ديالك، وكتقرب التليفون لا ماشين وكيطلع لكم البخي اللي غادي تخلص، وكدير لو كود ديالك، وبهذه الطريقه كتكون خلصتي بطريقه سهله من الهاتف ديالك.
حتى لهنا متابعينا الكرام غادي يكونوا سالينا الفيديو ديالنا. عجبك الفيديو استفدتي ما تنساش دير لايك الفيديو ليا اعجاب وسبسكرايب للقناه اللي هي اشتراك او لا ابوني على حسب لغه الهاتف ديالك. نتمنى نكون شرحت لكم بطريقه زوينه وبطريقه مفهومه باش كلشي يكون واضح. حتى لما فهمتيش حاجه خلي لي تعليق غادي نجاوب على جميع التعليقات، ولا فهمتيش حاجه خلي لي تعليق ايجابي. كان معكم مروان، السلام عليكم.